معلقه لا استخدمها في حاجه ما تكونش معلقه فيها نقط ميه، كل دي عوامل بتبوظ المربى وتفسد واحنا مش عارفين ايه السبب. طيب انا هسيبها بقى، بصوا بدات تغلي اهي قدام حضراتكم، بصوا بقى بدا يظهر فوم ايه اهو الفوم، انا هسيبه لما يغلي كمان شويه. الفوم الابيض ده الفوم اللي هو اللي شبه الايه الفراوله بس فاتح، هنبدا نشيله وهنخلص هنتخلص منه، بس يغلي غلوه كمان. عندي بقى هنا المرحله الثانيه بعد مربى الفراوله الجميله دي، هنعمل طاجن فول حلو. انا عندي الفول كنت مدمساه بسخنه شويه وهعمله فول بالبيض. طب خليني اجيب بقى، بصوا اول مرحله انا هنا بسم الله سخنت الطاجن، سخنته في الفرن عشان انا بقى عايزه لما يدخل الفرن بسم الله الرحمن الرحيم ما يقعدش معايا وقت طويل في الفرن يسخن، عقبال ما الفخار ده بيسخن بياخد وقت. فلو حضراتكم هتعملوه في طاجن تمام، حضراتكم هتعملوه في بايركس مفيش مشكلة هيبقى اسهل. بسم الله هحط كده الطاجن، وخليني ايه هحط بقى فيه الفول. انا عندي هنا خليني اخد كده بسم الله الرحمن الرحيم، اغطي بس هنا كده شوية صغيرين. هاخد بقى من الفول ده بلوش كده بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا سخن فمش عايزه ايه امسكه بالجلافز قوي عشان ما يبقاش خطر عليكم. هنحط كده بصوا بيفور ازاي في الطاجن لان الطاجن سخن بسم الله، شايفين اهو كده. طبعا ده للناس اللي بتحب الفول تحس طعم الفول، اللي عايز بقى ياخده على النار في طاسه الاول وبعدين يظبط الدنيا يعني في بعض التوابل. انا بصراحه هعمله كله في الطاجن ياخد من بعضه لان انا كمان هحط فيه بيض، هعمله فول بالبيض. تعالوا ننزل مقاديره مع بعض كده يا نودي. عندي كميه من الفول زي ما حضراتكم تحبوا، عدد افراد الاسره، وعندي عدد من البيض برضو على حسب افراد الاسره، ممكن ده ياخد 5 بيضات مثلا او 4 بيضات على حسب، هيحتاج 5 بيضات تقريبا اهو كده. يا سلام، وهاجي احلى حاجه الفول المتدمس في البيت ده، سبحان الله له كده نكهه خاصه بيفكرنا بذكريات قديمه لمامهاتنا وجداتنا والناس الرائعه دي. سخن جدا مش عايزه امسكه. طيب هاخد بقى انا من هنا بسم الله رشه كده بسيطه من الملح، تاتش بسيط من الفلفل مش كتير، وعندي طبعا الكمون كده، وخليني اقلب كده تقليبه حلو بسم الله. بصوا الفوران ده نتيجه سخونيه الايه الفول، هحط بس نقطتين كده تدي لون حلو، وهاخد معلقه سمنه بلدي حلوه في وسط الطاجن كده عشان البيض لازم يحب معاه حاجه تدي طعم حلو. دايما بنحب ان نحمر البيض في زبده بلدي او طعم يكون سمن بلدي. بصوا كده هاخد شويه كده من الطماطم الصغننه كده، هيغلي بقى ده مع بعض في الفرن، عايزه اقول لكم هيطلع يجنن طعمه يجنن. شويه بقدونس كده كده، عندي بقى كمان شويه فلفل يعني فلفل كده رائع الاخضر الرومي العادي، وتعالوا ناخد البيض معلش بقى انا هكسرها هنا عشان اطمن ان البيض سليم لان الصيف الواحد بيخاف. بسم الله كده سلاموا حبايبي، احط بيضه بيضه معلش الواحد بيخاف في الصيف دايما من البيض ده، تخلوا بالكم طبعا ايه البيض ما يتحطش في جنب الثلاجه مش في باب الثلاجه يتحط على الرف، والبيض يتحط كده حضراتكم لو هتحطوه في الباب ليها بوز رفيع تبقى في البوز كده عشان طول ما هي فريش هي تقيله، وطول ما هي نازله لتحت كده هي محتفظه بكل السوائل اللي فيها ما بتفضاش، لو حطيتوها كده بسرعه هيفضى البياض اللي موجود جواها. هحط كده بيضه بيضه عشان بس اطمن ان البيض سليم.
الطازه تحط له اختبار، تحط البيض ده كده في كازارول فيها ميه، البيضه الثقيله بتفضل تحت ما بتطلعش على الوش، البيضه اللي هي بتبقى فسدت او جواها فراغ او مش مظبوطه هي دي اللي بتطلع على الوش تطفو فوق. عشان كده احنا بنتاكد ان ده البيض مش ايه، مش مظبوط. بسم الله كده اهي كده. المفروض في بيضه خمسه، مين قلب البيضه الخمسه؟ ولا راحت فين دي؟ راحت في جون. طيب ماشي. طيب بسم الله، هو سخن طبعا، خليني بقى احط عليه رشه كده بسيطه من الملح على الوش البيض، رشه فلفل خفيفه ورشه كمون عشان الزفاره. طيب يلا بينا بقى ادخل ده الفرن اذا تكرمته. اوبا، ونشيل دي بس كده، خليها هنا. هدخل ده الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، هحطه في الفرن. الفرن سخن حراره 180 عادي جدا على الشبكه في النص، مش هعمل اي حاجه اهو. بسم الله اهو، وهقفل وهسيبه بقى ياخد وقته مع حضراتكم، يعني هياخد له ربع ساعه 20 دقيقه اقصى حاجه، وبعدين نطلعه طاجن فول بالبيض جميل لطيف والفول بالطعم الحقيقي بتاعه. طبعا انتهى الشوط الاول والحكم صفر صفاره بتاع الشوط الاول، هنبدا نطلع استراحه، نرجع بعد الاستراحه نبدا في الشوط الثاني في انتظار حضراتكم.